الرئيس السوري بشار الأسد اعتبر أن ضرب ما أسماه بالإرهاب بيد من حديد هو الحل الممكن للأزمة، مؤكدا أن الحرب الشعبية أي أن مشاركة المدنيين إلى جانب الجيش كفيلة بحسم المعركة خلال أشهر، وذلك خلال استضافته مأدبة إفطار في أحد القصور الرئاسية بدمشق. الإرهاب والسياسة هما نقيضان بشكل كامل، لا يمكن أن يكون هناك عمل سياسي وتقدم على المسارات السياسية والإرهاب يضرب في كل مكان، فلا بد من ضرب الإرهاب لكي تتحرك السياسة بشكل صحيح. هذا الخطاب جاء بعد سيطرة القوات النظامية على حي الخالدية في مدينة حمص وسط البلاد، والذي زاره وزير الدفاع فهد جاسم الفريج. إنه الاختراق العسكري الثاني الذي تقوم به القوات النظامية على المناطق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة. هذا وقام مقاتلو المعارضة بشن حملة واسعة على الأجزاء المتبقية من مطار منغ العسكري في ريف حلب، لكن مصادر عسكرية رسمية أكدت فشل المقاتلين في تجاوز الأسوار. وفي اللاذقية سيطر مقاتلو المعارضة على 4 قرى في منطقة جبل الأكراد المطلة على الساحل السوري شرقي محافظة اللاذقية، حيث تستمر المواجهات بينهم وبين القوات النظامية.